السلام عليكم، مرحبا في قناة منى مدربة سواقة في أبو ظبي. إشارة يسار سارة. الحين إحنا في تقاطع منظم بالإشارة الدورية، زي ما بتلاحظون في المسار الثاني من جهة اليسار. زي ما بتلاحظون هون عندي المسار أقصى اليسار، ممكن يروح يسار وممكن يروح يوتر، وعندي المسار الثاني بيروح يسار فقط. طبعا هو منظم بالإشارة الدورية. وقفي عند الخط لو سمحتي، روحي قدام شوي قدام، بس زي ما بتلاحظون إشارة ضوئية. أنا عاوزة بس عاوزاكم تلاحظون معي، أنا في المسار الثاني سارة، وإحنا ماشيين يسار، بندخل على أي مسار؟ الثاني من اليسار، صح سارة؟ ها؟ نعم. فلاحظوا معي مشاهدين الكرام إنه في التقاطع لازم، أي نوع من التقاطع لازم نحترم مساري عند الدخول والخروج، وطبعا فيها مخالفة قانونية. فإحنا الطالب المبتدئ لازم نشرح له هذا الشيء بالتفصيل، يعني أنا في المسار الثاني من اليسار لازم أخرج في المسار الثاني من جهة اليسار. ننتظر الإشارة. طبعا هذا التقاطع هو على شكل كروس منظم بالإشارات الضوئية. احترام المسار عند الانعطاف إلى اليسار في التقاطع المنظم بالإشارة الضوئية، وذلك ب احترام دخولي بنفس المسار اللي دخلت منه، بحاول دائما اخرج من نفس المسار اللي سوف اخرج منه. لاحظوا معي لو سمحتوا، حنروح على اليسار، اتي بنزين شوي، احنا حندخل على المسار الثاني. هذا هو المسار الثاني زي ما بتلاحظون. بعدين بغير مساري لليمين تلقائي وتدريجي. ليش؟ لأنه إحنا طبعا ضروري نرجع لليمين، بس خليكي هون لأن هذا اليمين بيكون بعدين بيتسكر. تضلي في اليمين لأننا إحنا مبتدئين ومتدربين وسيارة تعليم للتدريب. زين؟ فطبعا دائما في التقاطعات لازم دائما ننتبه، ودائما سارة ننتبه من السيارات القادمة من الشوارع الفرعية أو من الفلتر. الحين حندخل على باركين جانبي، إشارة يمين، مراية وسط، أخفض سرعتي شوي شوي، دائما تخفيض السرعة. بالنسبة لدخول هذا الباركين ملاحظة، شوفي الحين الزاوية تختفي، شيلي رجلك على البريك، شيلي، يلا ادخلي، تبنزل شوي ما نوقف وقفتها. بعدين هون واحنا داخلين نشيك على مراية اليمين بحيث سيارتي محاذاتها للرصيف. هاند بريك باركين. يعطيكم العافية. يعطيك العافية سارة. أشكركم على المتابعة، وأنا أود أشكر كمان بالذات المشتركين والمشتركات في قناتي بمنى مدربة سواقة في أبو ظبي. وأحب طبعا الملاحظات والاقتراحات، فهذا بيزيد عندي انه ابحث اكثر في امور خاصة بتعليم قيادة سيارة. وطبعا اعطي دائما كل ما هو جديد ومفيد للطالب والطالبة وكمان للسائق بصفة عامة. القاكم في رعاية الله، والى اللقاء. السلام عليكم.